صعبة قوي، مش للكرة تماما، بعيدة، تترد العماد. محمد عطوة لسه، فاروق نور الدين هو صاحب هدف اللقاء الوحيد. لكن مباراة زي دي بالريتم ده وبالفرص وبالكرة الثابتة والركنيات، ماتش يطلع سكور، يعني سكور من الفرقتين الحقيقة، لأن نادي المقاولين هجماته في منطقة الخطورة. مين ينسى تسديدة عمر سافيولا؟ عدى حسام عرفات، عدى حسام عرفات، يسدد، حلوة، لا 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 لا، حسام عرفات، أي تسديدة يا حسام، يا حسام يا ولد يا ولد يا ولد، تسديدة شومة في المرمى، هاتها من الشبكة، ينزع الأهات من جمهور أسوان ومن كل اللي بيتفرجوا على الماتش، أي فرحة، حسام عرفات، لا 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 لا، عد معايا الأهداف الحلوة هذا الأسبوع، حسام عرفات يسجل هدف رائع لصالح نادي أسوان، خد القرار، ضم لجوه وعزم ومرجح رجله، عمل كل حاجة، عمل كل حاجة، عرفات. ألف به تسديد كل اللي عمله حسام عرفات، وبص ورفع عينه في الزاوية البعيدة، ما يقدرش أبو السعود يعمل لها أي حاجة.